هذا البرنامج برعاية دلالة القابضة. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطية تتجدد دائما عبر شاشة الجزيرة مباشر، نتابع فيها أبرز المؤشرات العربية والخليجية والعالمية وأيضا أسواق النفط والعملات والمعادن. نبدأ مشاهدينا الكرام باستعراض سريع للأسواق التي افتتحت قبل قليل في ختام تعاملات هذا الأسبوع. الكويت تذبذب مائل للارتفاع بثلاثة من مئة في المئة، أبو ظبي 20% ارتفاعا بواقع حوالي 10 نقاط، دبي منخفضة ب3%، البحرين ارتفاع ب4%، سلطنة عمان ارتفاع ب2%. نذهب للأسواق التي لم تبدأ بعد تعاملاتها لهذا اليوم، وبدايتنا من البورصة القطرية التي أنهت تعاملات الأمس مرتفعة ب4%، وذلك بدعم من صعود 6 قطاعات بقيادة العقارات ب3.5% بمكاسب 3 أسهم، تقدمها إزدان بحوالي 7%، وصعد قطاع الصناعة ب1.2% بدعم من ارتفاع 7 أسهم بصدارة مسيعيد بنحو 8%. كما شهدت بورصة قطر صعود قطاع البنوك ب20% بمكاسب عدد من أسهمه بقيادة الأهلي الأكثر ارتفاعا بواقع 10%، وتجاوز رأس المال السوقي 420 مليار ريال. وفي المقابل تراجع قطاع التأمين وحيدا بنصف نقطة مئوية بضغط من هبوط قطر للتأمين بنحو 1.2%. اختتمت البورصة السعودية تعاملات أمس مرتفعة ب7% بصعود 16 قطاعاً بقيادة المرافق العامة ب2.5%، بمكاسب كهرباء السعودية ب2.2%، وقطاع الطاقة ب2.3%، بارتفاع البحري ب2.7%، وبترو رابغ ب2.3%. وفي المقابل تراجع 4 قطاعات بمؤشر تاسي السعودي بصدارة الخدمات التجارية والمهنية ب2% بهبوط طباعة وتغليف ب3% تقريبا، وارتفعت قيم التداول بالسوق إلى 2.6 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال بالجلسة السابقة. أنهى مؤشر البورصة المصرية EGX30 تعاملات أمس مرتفعا ب18% بدعم من مشتريات المستثمرين العرب وصعود 10 قطاعات بقيادة المنتجات المنزلية والشخصية ب3.5%، بمكاسب أغلب أسهمه بقيادة إسترن كومباني بحوالي 10%، والتشييد ومواد البناء ب2.7%، بصعود عدد من أسهمه بقيادة أسمنت ترى بحوالي 10%. في المقابل شهد مؤشر EGX30 تراجع عدة قطاعات بقيادة قطاع الأغذية والمشروبات ب19%، بخسائر مصر للزيوت والصابون ب7% تقريبا، وبمكاسب القطاعات العشرة ربح رأس المال السوقي 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 778 مليار جنيه. أما عن أسعار النفط مشاهدينا الكرام فنقرأ منها، حيث تراجعت أسعار النفط بالتعاملات الأسيوية اليوم بأكثر من 2%، إلا أنه حافظ على مكاسبه التي حققها أمس، وبقي خام القياس العالمي مزيج برنت فوق حاجز $63 للبرميل، بينما حقق خام تكساس الأمريكي مكاسب بنحو 10% متجاوزا حاجز $57 للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2015. وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن السعودية أكبر منتج للخام في أوبك تضغط على وزراء النفط للاتفاق الأسبوع المقبل على تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا التي تقودها المنظمة لمدة 9 أشهر إضافية في إطار سعي الرياض لضمان التخلص من تخمة المعروض التي تضغط على أسعار النفط. إذا نتابع على شاشتنا خام تكساس ب$57.88 للبرميل، مزيج برنت $63.22 للبرميل، عربي خفيف $62.25 للبرميل. نتابع الآن ونذهب إلى افتتاحية البورصة القطرية في ختام تداولات هذا الأسبوع.
إذن بدأت البورصة القطرية تذبذب مائل للارتفاع الطفيف، ونتابع فيما يلي مشاهدين الكرام بقية البورصات العالمية وكذلك أسعار العملات والمعادن.
من رؤية واسعة لإعمار الوطن، كانت أعيننا تراقب كل فرصة، نثمن ونسوق في جميع خيارات العقارات لنحقق لك سوقاً واسعاً من الفرص المختلفة، ابتداءً من التثمين بكل دقة، مروراً بالوساطة بكل شفافية، وانتهاءً بالإنجاز بكل التزام. نختصر لك كل ما تريد بين يديك. دلالة العقارية، إحدى شركات دلالة القابضة، الثقة والابتكار. كشف رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني عن حزمة إجراءات وتشريعات تقوم بها بلاده لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ومواجهة الحصار المفروض عليها منذ 6 أشهر تقريبا. نتابع المزيد من التصريحات لرئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري. قطر ماضية في تنفيذ كل مشاريعها الرئيسية، منها المشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022 لتنتهي قبل الوقت المحدد. الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها ومشاريعها الرئيسية، وأهمها مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم. تعزيز الاقتصاد القطري ودعم قدرته على الصمود في مواجهة الحصار يحتل قمة أولويات الدولة. الحكومة تشجع دائما المنتج الوطني وتقوم بالعديد من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص المحلي ومنحته الامتيازات المناسبة. الحكومة تركز حاليا على مشاريع الأمن الغذائي والمائي والدوائي ورفع الاكتفاء الذاتي منها. الإنتاج المحلي من الألبان يغطي حاليا 40% من احتياجات السوق المحلي، ومع بداية العام المقبل سيصل إلى 90%. زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والدواجن والمنتجات الزراعية والاستزراع السمكي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال العام المقبل. الحكومة أصدرت قانونا لحماية المنتج الوطني وأجرت تعديلات بالمواصفات والمقاييس لحماية المنتج الوطني وتوطين بعض الصناعات والسلع الأخرى. رؤية قطر الاقتصادية خلال هذه المرحلة تعتمد على الاستمرار في تنويع مصادر الاقتصاد والدخل بعيدا عن النفط. الحكومة تعمل على خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وأكثر جذبا للاستثمار، على أن يكون فيها دور مهم للقطاع الخاص.
سيتم الإعلان قريبا عن العديد من المشاريع الاستراتيجية للدولة، مثل المناطق الحرة الجديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، توجيهات أميرية بسرعة الانتهاء من قانون الإقامة الدائمة الذي يسمح لحاملها مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية وتملك العقارات. إصدار تأشيرات العمل والزيارة لعدد من الجنسيات وصل إلى 80 جنسية بهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة الإقبال السياحي. ميناء حمد لعب دورا مهما مع بدء الحصار، ويمتلك حاليا 10 خطوط ويتيح الوصول لأكثر من 70 جهة عالمية، واستقطب شركات شحن عالمية. ميناء حمد استحوذ على أكثر من 27% من نسبة الشحن في منطقة الشرق الأوسط، وجاري العمل حاليا لتوسعة الميناء على مراحل متعددة. بعد الفاصل مشاهدينا نتعرف على التعليقات. إذن الإجابات على سؤال ماذا تعرف عن بيتكوين، وهل هي مصدر حقيقي للربح أم فوضى في عالم العملات الافتراضية والرقمية؟ أسامة يقول موضوع الساعة لا تنازل عن بيتكوين مهما كلف الأمر. البيتكوين ليست عملة ملموسة ولا محسوسة، علي يقول. أما علي محمد مظفر يقول ما هو البيتكوين؟ البيتكوين هو عملة رقمية افتراضية غير ملموسة، يتم التعامل بها على الإنترنت بيعا وشراء. يمكنك معرفة المزيد من خلال القراءة ومن خلال متابعتنا مع ضيوفنا ردا على هذه الأسئلة. احكونا عنها أكثر، بالفعل نحن نستطرد دائما فيما يتعلق بالحديث عن البيتكوين، تابعينا نريمان. أسامة موضوع الساعة لا تنازل على البيتكوين مهما كلف الأمر، إذن كما بدأنا بأسامة ننهي به. نشكركم متابعينا، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. بعد حوالي 2:20 يتجدد اللقاء مع حضراتكم عبر شاشة الجزيرة مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله. هذا البرنامج برعاية دلالة القابضة، الثقة والابتكار.